حصد الجولة 11 للدوري. الجولة التي انطلقت بداية الأسبوع واستمرت على مدار 4 أيام غاب عنها الأهلي بعد تأجيل لقائه مع نصر المقاصة بسبب مشاركاته الإفريقية. في المجموعة الأولى ألحق سموح الهزيمة الأولى بالمقاولون العرب عندما تفوق عليه بهدف لعلاء علي في المواجهة التي جمعت الفريقين يوم السبت الماضي على ملعب عثمان أحمد عثمان. بهذا الفوز رفع رجال حمادة صدقي رصيدهم إلى 22 نقطة في المركز الأول، وتراجع الرئاب الجبل للمركز الثالث برصيد 17 نقطة. من جانبه أكمل الاتحاد تألق أندية الإسكندرية في هذه المجموعة وحقق فوزه الرابع هذا الموسم على ضيفه الجونة بهدف القائد إبراهيم الشايب يوم الاثنين، وارتقى زعيم الثغر للمركز الثاني برصيد 18 نقطة مقابل 7 نقاط لأبناء الغردقة تراجعت بهم للمركز الأخير. وبعيدا عن صراع القمة وصل المحل حصد النقاط وحقق فوزه الثاني على التوالي على حساب ضيفه الإنتاج الحربي بهدف أحمد حسن فرج، وتقدم للمركز السابع برصيد 11 نقطة مقابل 7 نقاط للفريق العسكري وضعته في المركز العاشر. الحمد لله طبعا. والله بص أنا أهم حاجة عندي الفرقة تكسب بصرف النظر عن سجلت وما سجلتش. الحمد لله طبعا يمكن هو مكسب كبير بالنسبة لنا، كنا لازم ناخد 3 بونت النهاردة. الحمد لله دلوقتي احنا عندنا 11 بونت في مباراة كمان على ملعبنا بداية الدور الأول مع الداخلية. الحمد لله مكسب كبير وإن شاء الله الفترة الجاية نبقى أفضل من كده إن شاء الله. احنا تعبنا الفترة اللي فاتت بشكل كبير جدا، علينا ضغط كبير جدا إن احنا نصل بنفسنا للمركز أحسن. المباراة النهاردة بالذات كانت صعبة جدا علينا لأن في ملعبنا مطالب إن أنت تحصل على 3 نقاط بشكل واضح للناس كلها عشان تقدر إن أنت تواصل الفترة اللي جاية تنهي بيها الدور الأول بشكل أحسن. اللاعبين أدوا المباراة بشكل رائع جدا خصوصا الشوط الثاني، أنا بقولتها في كل مكان، كان عليهم ضغط كبير جدا عصبي وذهني داخل الملعب. برضو يعني وصلنا لمرحلة الإيجاد في آخر 10 دقائق اللي نتلعب علينا بشكل مكثف من الناحية الهجومية، قدرنا إن احنا نقفل خطوطنا بشكل كبير. وفي واحدة من أكثر مباريات هذه المجموعة إثارة تعادل رجاء الصاعد مع إنبي المتعثر بهدفين لمثلهما. تقدم أبناء مطروح بهدف عبر إسلام فؤاد، ثم تعادل الفريق البترولي بهدف أسامة رجب من ضربة جزاء قبل أن يسجل نفس اللاعب هدف الرجاء الثاني بطريق الخطأ. بعدها أنقذ الإفواري المخضرم بفوني إمبي من الخسارة وأحرز هدف التعادل ليضيف كل فريق نقطة يرتفع بها رصيد الرجاء ل9 نقاط في المركز التاسع مقابل 11 نقطة لكبير العائلة البترولية وضعته في المركز السادس. مش ده أداء نادي إمبي طبعا في خلال الشوط الأولاني، لأن يقبلك تيم نادي إمبي تيم كبير، ولكن في بعض الرعونة، بعض الاستهتار، بعض اللاعبين اللي هم بعيد عن مستواهم، فكل ده طبعا دخلك ان نادي الرجاء. طبعا احنا ما بنقللش من قيمة نادي الرجاء، لا برضو نادي محترم ونادي ليه طموح وليه اهدافه، فبنحترم كل الاندية. فانا كخالد متولي انا كنت عامل حساب تيم نادي الرجاء، في مجموعة متميزة، في ادارة متميزة، في جهاز محترم، فلازم نحترم الخصم عامة، احنا لازم نحترم الخصم اللي قدامنا. ولكن ان بعد ظهور بعض اللاعبين غير مستواهم، برضه ما تنساش في اول 20-25 دقيقة انا اصبتين عندي في الشوط الاولاني، يحيى حامد زائد مانو، طبعا بتربك حسابات اي تيم. لا الحمد لله، الحمد لله على كل شيء. يعني انا كان نفسي طبعا ان انا اخد 3 بونت النهاردة، لكن قدر الله ما شاء فعل. احنا اللعيبة ادت مباراة كبيرة جدا، كنا قريبين جدا من المكسب، يعني طبعا برضه خسرنا بونتين مع فريق كبير، طبعا فريق انبي فريق كبير وفريق محترم. يعني كنا نتمنى طبعا كنا مكلمين مع اللعيبه ان 3 بونت مهمين جدا بالنسبه لنا، كان في اصرار من اللعيبه اللي هم يحققوا المكسب، لكن طبعا زي ما انت شفت البلانتي اللي ضاع والفرص اللي ضاعت وكده. في المجموعه الثانيه انهى الاسماعيلي الصيام عن الفوز دام ل4 جولات عندما تغلب على بتروجيت بهدف الغاني جون انتوي من ركله جزاء على استاد الاسماعيليه عصر الاثنين في اول لقاء للدراويش تحت قيادة المدرب البرازيلي ريكاردو. الفوز رفع رصيد برازيل العرب الى 19 نقطة حافظوا بها على المركز الثاني وبفارق نقطة خلف ابناء مختار مختار. مباراة قوية جدا، ويمكن عندنا مباراة الحمد لله النهاردة
معقوله قوي. يمكن الملعب كان مؤثر علينا تاثير كبير جدا. عندنا في اول تايم ثلاث فرص محققين، لو كان في توفيق كنا جبنا كوره منها كان ممكن الماتش يتغير بشكل كبير جدا، لكن الحمد لله على اي حال اتغلبنا. اكيد ان احنا بذلنا اقصى مجهود عندنا، حاولنا بكل ما اوتينا من قوه، لكن في الاخر لازم الكوره فيها مكسب وخساره. I think we had a good performance because we fight a lot, not because the system is ready or we have a good tactical or technical. No. فاز النهارده يعني بروح اللاعبين وبالادائهم القتالي في الملعب، مش بالفنيات والنظام في داخل الملعب. وفي واحدة من أهم وأقوى مواجهات هذه الجولة نجح اتحاد الشرطة في انتزاع نقطة ثمينة من ضيفه الزمالك عندما تعادل معه بهدف لمثله على ملعب المقاولون العرب مساء الاثنين. أيضا تقدم زملاء الحارس عبد الواحد السيد بهدف للمتألق حازم إمام في الدقيقة 57، وتمكن البديل الصاعد محمد ماجد من تعديل الكفة للشرطة قبل ربع ساعة على النهاية. التعادل المخيب رفع رصيد الزمالك إلى 14 نقطة في المركز الخامس مقابل 12 نقطة للشرطة صاحب المركز السابع. غير بعيد عن القمة نجح حرس الحدود في وقف مسلسل انتصارات وادي دجلة وتغلب عليه بهدف أحمد سالم صافي ليرتقي كبير العائلة العسكرية للمركز الثالث برصيد 15 نقطة. أتمنى كنا